بدأت صفحة الجولة الثانية من الاستشارات النيابية وفتحت صفحة أخيرة على طريق التأليف، صفحة هي الأصعب والأدق. الرئيس المكلف وفي نهاية الاستشارات قام بخطوة استباقية، فهو وإن أعلن في ختامها أن الأولوية هي لتشكيل حكومة وحدة، لكنه أكد أن الباب يبقى مفتوحا على خيارات أخرى. والرئيس المكلف الذي أطلق هذا التحذير في حال عودة العقد لتقف في وجه التأليف أقر أن فقدان الثقة كان المشكلة الأساسية التي بعدت بين اللبنانيين، فالمسؤولية الوطنية تفرض علينا جميعا البحث عن مخرج للأزمات، قال الرئيس الحريري. وبناء على هذا أتت الاستشارات موسعة نوعية تناولت عمق الأزمة. التحديات السياسية المتعلقة بتطوير النظام السياسي والتحديات الأمنية، لا سيما خطر التهديدات الإسرائيلية ومخاطر تسلل قوى الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية. هذا النقاش يؤسس أيضا للبحث في تحسين اتفاق الطائف وإيجاد الأرضية المشتركة بشأن قانون عصري للانتخابات واللامركزية الإدارية وكيفية مواجهة الطائفية والمذهبية. وأنا أراهن أن تكتمل صورة هذا الحوار من خلال حكومة جامعة قادرة على إدارة شؤون الناس والبلاد. لا أخفيكم أنني أعطي الأولوية لحكومة وفاق وطني، لكن الأمور تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات إذا عدنا إلى الجدار المسدود لا سمح الله، وسأبقى متفائلا بإذن الله. وكان الحريري بدأ اليوم الأخير من الاستشارات بلقاء وكتلة التيار الوطني الحر، لقاء بدأ موسعا ثم تحول إلى خلوة بين الرئيس المكلف ورئيس تكتل التغيير والإصلاح. اتفقا في ختامها على لقاء ثالث يجمعهما منفردين. في اللقاء وبحسب مصادر المجتمعين أقر الطرفان أن هناك أزمة ثقة ومفاهيم وممارسة حكم، وأن تشكيل أي حكومة يراد منها الوصول إلى حلول تحتاج إلى رافعة سياسية، ومن دونها مهما كانت الصيغة لا نصل إلى نتيجة. وبحسب المصادر فإن الرجلين ضد مبدأ تمديد الأزمة وضد تجاهل وجود تلك الأزمة. المصادر أكدت أن اللقاءين حققا خطوات بهذا الاتجاه وإن كانت بطيئة لكنها جدية وصامتة، وأن اللقاء الثالث المرتقب أتى نتيجة هذه المحادثات والثقة التي بدأت تبنى بينهما. كما اتفق كل من الرئيس الحريري والعماد عون على إبقاء تفاصيل محادثاتهما بعيدة من الأعلام والضجيج حرصا على نجاحها. أما الخيارات المطروحة لشكل الحكومة فهي بحسب مصادر المجتمعين تتراوح بين الإبقاء على صيغة 15/5 أو حكومة أقطاب مطعمة بتكنوقراط. اليوم استكملنا المحادثات اللي بلشناها الأسبوع الفائت، وكانت مواضيع كتير مدروسة ودقيقة وكنا متفاهمين عليها، وإن شاء الله قريبا ندخل بالمرحلة النهائية لتأليف الحكومة، للخيارات بتأليف الحكومة. هذا كل شيء في يقوله أنه الموضوع كان كتير واضح بالنسبة لنا اثنيناتنا ومتفاهمين. استكملنا المواضيع اللي انطرحت، مواضيع جديدة، وإن شاء الله مرحلة الجاية بنبلش ب أكيد راح بيكون في لقاء. طالما في مرحلة جديدة في لقاء. مرحلة عادة الوزير جبران باسيل. يا أخي ما فيش، ما حكينا بالوزارات. تكملنا المواضيع وتوسعنا فيها، لقينا حالنا كثير متفاهمين. جنراتير أقول إنه الأمور إيجابية حاليا. إيه بالتأكيد. أو تتجه نحو الإيجابية. لا كثير إيجابية لحد هلا اثنين، وإن شاء الله ما يبين. اللقاء الأخير في يوم الاستشارات الأخير كان مع كتلة القوات اللبنانية. الكتلة أعادت التأكيد على موقفها الداعي إلى تشكيل حكومة ميثاقية وعلى رفض توزير الراسبين إلا في حال تم توزيرهم من الطرفين. الحكومة الميثاقية تعني احترام المادة 95 وأشراك كل الطوائف كما توافقنا في الطائف، وليس بالضرورة إشراك كل التيارات والأحزاب. كمان مرة ما حدا يسألني، لا ندعو إلى استبعاد أحد، ولكن ندعو إلى عدم الوقوف عند شرط أحد بما فيه نحن. أي تناول لأي موضوع
باتفاق الطائف اللي وصلنا له كلبنانيين لا يمكن أن يجري إلا بظروف هادئة بدون أي مؤثرات إقليمية أو حتى داخلية. أسبوعان مرة على التكليف، استشارات تأليف استمرت 7 أيام انتهت لكنها لم تختتم، بل ستتواصل بملاحق إن كان بلقاء الرئيس المكلف مع العماد عون أو مع غيره من القوى والشخصيات في الموالاة أو المعارضة. كل هذا الوقت ولم تحسم الخيارات بعد، لا الصيغة لا الحقائب ولا حتى الأسماء. الجميع ومن بينهم الرئيس المكلف يتريثون يترقبون حركة الخارج التي تعكس ذاتها حكما على الداخل.